مباراة الإياب غتكون صعيبة، ولو تنتصر يعني بإصابتين لصفر غتكون مباراة صعيبة. اليوم كان خصم عنيد، خصم جيد في المستوى، ضيع على مجموعة من الفرص، غاب علينا التنافسية لمدة شهر ونصف تقريبا. رغم ذلك يعني اللياقة البدنية ديال اللاعبين كانت ممتازة، فهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لنا باش نخوضوا المباريات اللي جاية اللي غتكون يعني أصعب من هذا. ففريق محترم، إصابة لصفر مازال ما حسمناش التأهل، إن شاء الله نمشيو لتونس باش نجيبوا التأهل من تونس رغم صعوبة المهمة. إن شاء الله نفكروا المباريات اللي قبل تونس، وان شاء الله عندنا الوقت فين نفكروا المباراه ديال العوده ان شاء الله. كما قلت لك انا لياقيا اليوم كنا في مستوى، خصوصا الشوط الثاني الا شفتوا ان ضيعنا مجموعه من الفرص وفرضنا الريتم ديالنا على الخصم اللي رجع للوراء وحاول انه يدافع على الهدف اللي سجل المرمى وما نضيفوش اهداف اخرى. كما قلت لك هذه يعني اول مباراه بعد التوقف اللي كان، فان شاء الله المباريات اللي جايه بالليفيكتيف اللي عندنا نحاولوا يعني نغيروا بعض المراكز اللي محتاجينها واللي نحتاجوها ان شاء الله في المستقبل. مباريات قويه تنتظرنا لان الرجاء هو البطل، خصنا ندافعوا على اللقب ديالنا خصوصا في الدوري المغربي، ومن بعد مباراة العودة إن شاء الله نجيبوا التأهل من تونس باش نبقاو في الريتم ديالنا في الانتصارات اللي لحقنا مؤخرا. فهذا هو المبتغى ديالنا إن شاء الله واللي غنشتغلوا عليه إن شاء الله.